السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الخوت الخواتات، كديكم هاد الغاليات، اخباركم لاباس عليكم؟ كنتمنى من الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير، وانتم كتشاهدوا الفيديو تنقول لكم شكرا لكم بزاف يا احلى امهات وخوات وعائلتي الثانيه. انتم يعني فعلا كتعافي عائلتك مني كتكوني في شي ظرف وكيخافوا عليك ويبقى يسولوا فيك، اخص مني حطيت ستوري في انستغرام على الوفاه ديال عم الزوج ديالي الله يرحمه ويرحم جميع موتانا. كلشي خاف عليا، كلشي دخل كيسول الله يحفظكم ليا، وراكم في القلب وتاج فوق الراس، والله يعني فعلا الله يحفظكم ويحفظ لكم معز عليكم. المهم اخوتي، هذا الفيديو صورته يوم السبت، جاتنا كنت صورت الفيديو كنت في القيصريه ديال قيصريه السلام وقيصريه العزيزيه، هما جاو حدا بعض دياتهم، ومشيت صورت لكم هذا ديال سعر الصرف. الصراحه ما لقيتش ديال المغرب كما كتشوفوا، واحد السيده بغات تعرف اورو، واحد السيده بغات تعرف الدولار. المهم صورت لهم للفائده وصافي. كما قلت لكم اخوتي، جاتنا خبر الوفاه يوم السبت، فيها في نفس اليوم الزوج ديالي سافر هو ولد الاخت ديالو. انا صراحه ما صافتش معهم لانهم سافروا في الطائره. العزاء موجود في الجنوب لان عمو يسكن في الجنوب، ولهذا انا ما صافرتش انا وليداتي، بقينا في الدار. ومشاو لان العزاء عندهم 3 ايام. هي والله يرحم جميع موتانا يا ربي، والله يحفظكم ليا. وكما قلت لكم اخوتي، الفيديو هذا طلبتني واحد السيده، قالت لي صورينا ام فيصل سعر الدولار او اليورو كم في السعوديه، هو على حسب الصرف، مره يطلع مره ينزل، انتم لا تصرفوا الفلوس حتى تشوفوه طالع. اوكي، المهم هاد الصرافه موجوده في شارع غزه. وهنا خدينا فيها فاش كنت كنصور، خدينا انا خديت انا مول الدار كابيتشينو، خديت وليداتي قهوه بارده، وغادا القيصري باش نصور لكم. شوفوا هاد البلاصه كلها صاله خاصه غير بالرجال، تواب البشت، وهذا المحل اللي قلت لكم غنصور لكم ديال العبايات. المهم خليكم مع الفيديو، راه زوين وغادي يعجبكم. بالنسبه للناس اللي كيسولوني على الصرافه، ترى في كل مكان موجوده، في كل شارع انتم تسكنوا فيه الا وفيه صرافه الصرف. شوفوا هذا المحل في سوق العزيزيه، غنوريكم العبايات اللي كاين عنده. عنده شي حاجه زوينه، وهذه كم سعرها؟ هذه 90 ريال، عنده من 50 حتى 200 ريال. شوفوا هذا الموديل، شوفوا ما شاء الله زي ما تشوفوا. شوفوا هذا الموديل، شوفوا تبارك الله، شوفوا اليد ديالها كيف مره حلو. وعنده شكيلات فنين كما كتشوفوا، عنده لي هكا، وهادو بخمسين ريال. كم هادو الساعة ديال؟ بخمسة وسبعين ريال هادو. شوفوا شوفوا هادي بخمسة وسبعين بالطرحة، شوفوا كيف مرة حلوة. شوف مرة حلوة، القماش يجنن. شوفوا ما شاء الله، شوفوا هاد الموديل. المهم انتوما الاشكالات اللي عنده، شوفوا هاد الشكل، شوفوا ما شاء الله. اشكال حلوة عنده، انتو ايوه ايوه في عند عبد الله في رقم 3. شوفوا ايوه ايوه انتم ما شاء الله، هاد العبايه شوفوها بحات لتحت ما شاء الله، واسعار مناسبه. وبالنسبه اللي سولتني على عبايه الراس، انا نوريكم حتى هي عنده وبالطرحه، وعنده الطرحات ما شاء الله انواع كثيره واشكال كثيره. هنا كم عندك الاسعار؟ 65 65 50 وعنده كذلك الوان. وريني عبايه الراس الله يسعدك. وهذه عبايه الراس كما كتشوفوا معايا، كتجي عريضه، شوفوا الاسم. هذه كم قلت لي اخي؟ هذه
150 في عنده ب 100 150 على حسب القماش. وان شاء الله اللي جا من طرفي وقال لكم من طرف ام فيصل ان شاء الله مراعاة، صح يا محمد؟ ان شاء الله. وما شاء الله ترى عبايه راس فيها الالوان زي ما تشوفوا، وعنده حتى الطيات صغار. وهنا على كم؟ 50. من 50 ريال. وان شاء الله اللي جا من طرفي وقالوا من طرف ام فيصل راه غادي يخلي لكم سعر خاص باذن الله. هنتوفي الالوان واشكال كثيره. شوفوا هذه مره حلوه. وهذه النوعيه على كم؟ هذا عندك على 90 ريال. المهم انتم جو المحل راكين في شارع العزيزيه، وان شاء الله باذن الله ما يخالف معاكم باذن الله. في الوان في اشكال. شفتوا ما شاء الله جنب هذا المحل ديال ابو 5 ريال. وهذا هو المحل اسمه ياسمين، ترى هما كيفصلوا التفصيل. شفتوا ما شاء الله محلات كثيره. هذا برضو محل عبايات اللي ما تشوفوه انتم. شوفوا هذا المحل جنب المحل اللي صورت لكم، حتى هو عنده اتاي عندها اشكالات فنه. صاحبه المحل هذه حرمه، الاول فيه رجل وهذه حرمه. شوفوا كيف تيجي هذه مطروزه في اليد. شوفوا كيف هذه مره حلوه، اشكالات غزاله. كم هذه اختي؟ هذه 130. شوفوا اشكالات كثيره. اي شيء بندق يا ملون سادات. عندك عبايه راس برضو؟ ها عبايه راس، هذا كله راس. شوفوا هذه عبايه راس، كم هذه سعرها؟ هذه على 120. شوفوا هذه عندها عبايه راس من اشكالات زوينه، واسعار كم قلتي يا اختي؟ على 120. شوفوا هذه 120. وبالنسبه لي جا من طرفي فيه مراعاه باذن الله. شوفوا ما شاء الله هذا المحل فيه اخت سعوديه ان شاء الله لجيتو، راه مراعاه حلوه. وهذه كم سعرها؟ هذا على 140. شوفوا هذه 140، اشكالات حلوه. ما يحتاج تروحوا لجده وتتعبون، ما شاء الله الموديلات اللي في جده موجوده عندهم هنا. شوفوا ما شاء الله انتم اشكال فن القماش روعه. وهذه كم سعرها؟ هذا على 140 برضه. 140 بس الاسعار اذا جيتوا قلت لهم من طرف أوف فيصل ان شاء الله تراعيكم باذن الله. وهذه كذلك من تحت كتجي عريضه. شوفوا ما شاء الله اشكالات حلوه، وما شاء الله شوفوا عندها الالوان وعندها الاشكال. تبغوها ساده تبغوها فيها هاد الشكيله، شوفوا كيف تيجي حتى في الظهر انتم. شوفوا هذه تيجي في الظهر، وكذلك مطروزه في اليد. شوفوا هنا ما شاء الله انتم. وهنا خوتي بالنسبه لامهاتي واخواتي قالوا يشاركي معنا ام فيصل الشيلان ديال ليكرا، القماش اللي كيكون قطن كيشرب العرق. هانتوما جبت لكم انواع كثيره في هذا النوع. كما كتشوفوا شوفوا اللوينات اللي فيه، راه اللوينات بزاف. وفي هاد النوعيه تاع هي ليكرا انواع كثيره. السعر ديالهم اخوتي من 15 ريال كما كتشوفوا. شوفوا اللوينات هذو كاع اللوينات اللي فيهم ما شاء الله، باقي اللوينات لتحت في هاد الشكيل اللي هما الشيلان كما قلت لكم. وكذلك في هذا النوع الاسعار عندها من 15 ريال اي شال هنا عندها. ما شاء الله محل مليان وفيه حاجات حلوه. شوفوا هذه في هذا الشكيل، وهذه كم؟ هذه 49 ريال. شوفوا هذه من 49 ريال مره حلوه. وهذه كله 49. وهذه الوانها شفتوا ما شاء الله. هذا القسم كله 49 العبايات. كتشوف الخوت هذه تجيها كلها من 49 ريال، كلها جلابيات وعبايات، يعني عليهم خصم هاد الجهه كلها. وهنا 65 ريال. شوفوا بالنسبه لك تبغي عبايه بيضاء انتم. وهذه الطرح ها ما شاء الله. شو هذا المحل اللي صورت لكم؟ والله هذا هو المحل اللي دخلت. وهذا الياسمين اللي جنبه، شوفوا جنبه هنا محل حق الشنط من 59 ريال. ما شاء الله محلات بزاف كما قلت لكم. هانتم عطيكم فكره وصافي. هذا هو شارع العزيزيه العام. شو يعني كتنزلوا هنا في الطاكسي وتدخلوا هاد المحلات. هانتم شوفوا ما شاء الله. وهاد الشيلان في عند هاد الاخت موجوده نفس الشارع اللي صورت لكم. الاسعار عندها من 35 ريال، يعني اي شكل صح يا اختي. شوفوا ما شاء الله هنا موجودة أخت سعودية.
كما كتشوفوا معايا اخوتي، حتى هذه راه عندها الشيران ليكرا بالاحجار. بالنسبه لي كتبغي شي حاجه زوينه ديال الاحجار، راه كاينه عندها هذه من 35 ريال. شفتوا ما شاء الله الاشكال ديال الشيران، كل هذه الشيران. نتوما وهاد العبايه كم يا اختي؟ كم سعر؟ 100 ريال. العبايات عندها من 100 ريال. شوفوا هاد الجهه عندها من 50 ريال، شفتوا؟ وهاد الجهه عندها من 80 ريال، وهاد الجهه عندها من 100 ريال. المهم عندها اسعار تختلف. شوفوا هنا عندها من 150 ريال على حسب العبايه وعلى حسب القماش. وعندها كذلك جلابيات نوريكم. شوفوا هانتوما ما شاء الله، هذه عبايه بشت. وهذه كم سعرها؟ 130 180. المهم اخوت عدت هي عبايات ديال الراس، الاسعار تختلف طبعا. شوفوا هاد الجلابيات ما شاء الله، بالنسبه لهاد الجلابيات عندها من 60 حتى 80 ريال على حسب القماش. شوفوا هاد البيجامات او الارواب كيف تيقولوا هنا في السعوديه، تقول 4 حبات من 100 ريال. شوفوا ما شاء الله، يعني الشكل اللي بغيتوا تختاروا 100 ريال. شوفوا شوفوا ما شاء الله، تختاروا اللي بغيتوا، 4 حبات من 100 ريال. شوفوا ما شاء الله، يعني الحق العائله لخواتاتكم. شوفوا 4 حبات ب 100 ريال، يعني تختاري الشكل اللي بغيتي. واش الا نعدها كما كتشوفوا معايا اخوتي، ما شاء الله عرض خيالي، 4 حبات من 100 ريال، تهدي اللي بغيتي. وفي هذا الشكل تا هو زوين، كتفهلنا بالحبه ماشي بالعرض. هاد الشكل غزال، وعندها الشيلان، اي حاجه بغاوها، المصاريه، المغاربه، تونس، الجزائر، كل شيء موجود عندها. ووصيت عليكم، قلت لها لي جا من طرفي ان شاء الله سعر خاص. وبالنسبه للناس اللي كيبغوا الشيلان ليكرا اللي بالاحجار، ما شاء الله عندها اشكالات كثير ديال المناسبات عندها. شوف تبارك الله، هذا كم اختي؟ 250. هذا خوت ب 250 ان شاء الله، اللي جا من طرفي من طرف ام فيصل في مراعاه. السعر ديالو ب 80 ريال الحبه. شفتوا هذا قماش العسيري، شفتوا الالوان؟ عليكم السلام. شفتوا الخوت، هذا شارع العزيزيه العام ياك، وهذا هو اسم المحل، اسمه الدوحه. شفتوا ما شاء الله عندها داك الشيء زوين. هذا خوتي هو المدخل ديال القيصريه ديال السلام، اللي مكتوب فيه رقم 3 من من تدخلوا. قيصريه كبيره وكل شيء فيها ما شاء الله. كما كتشوفوا معايا اخوتي، محلات بزاف، ولكم الاختيار من المحل لمحل، وما شاء الله اسعار كتقدروا تشطروا معاهم. المهم اللي جيتوا في الطاكسي نزلوا هنا حدا شركه اسطوره البركه للذهب والمجوهرات. المهم المحل اللي غتدخلوا لي اللي صورت لكم راه طوالي السوق، خليكم على جهه الايسر ديالكم. وما شاء الله هنا راه محلات ذهب بزاف بزاف، يعني محل حتى محل. كما كتشوفوا هذه قيصريه السلام، وغادي نوريكم قصريه ديال العزيزيه، راه قريبه لي، يعني ما بيناتهم غير هكا تمشيو على رجليكم. شتو اخوتي هذه اللي هنايا مكتوبه ام قرى، هنا فين جات القصريه ديال العزيزيه. ها انتم كما كتشوفوا معايا، هذه هي السوق قصريه العزيزيه اللي قبل منها قصريه السلام.